السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فضفضات بنات على قناتكم وان مينيت تي في. موضوع حلقتنا اليوم البنت وعلاقتها بالمقهى. احنا كاملين البنات تقريبا كيعجبنا مرة نمشيو القهوة، ولكن ماشي ديما كنلقاو راحتنا. علاش البنت كتمشي القهوة؟ كنمشيو القهوة باش نجلسو فراحتنا. راكم عارفين البنات فاش كيتلاقاو، وكنجبدو المواضيع القديمة وجديدة، كنجبدو كل حاجة آنية، المهم نبقاو داويين. أولا كنمشيو القهوة باش نبريباريو الامتحانات ديالنا، حيت كيف ما كتعرفو حنا دابا على أبواب الامتحانات. كنمشيو القهوة باش نتفرجوا في الكلاسيكو، حيت حنا متتبعين لكرة القدم الأوروبية. حنا كنتبعوا ميسي، كريستيانو، إبراهيموفيتش، محمد صلاح، والقائمة طويلة. وحنا ماشي مسؤولين على اصحاب النوايا السيئه، حيت كاين اللي كيقول ان البنت كتمشي القهوه غير باش تكمي، وكاين اللي كيقول ان البنت كتمشي القهوه في مواعيد غراميه، وكاين ايضا اللي كيقول ان البنت كتمشي القهوه باش تبرز المفاتن ديالها. كاين اللي غادي يقول ان القهوي ما مديوريش للبنات حيت امهاتنا ما عمرهم دخلوا القهوي، وكاين اللي غايقول ان القهوي مديورين للبنات والولاد، يعني ممكن البنت حتى هي تدخل القهوه حيت كل واحد مسؤول على راسه. هذه شي حاجه عاديه حيت حنا المغاربه بطبيعتنا ما كنتفهموش على حاجه وحده، ولكن راه بصح الا ما فرضناش الاحترام ديالنا راه ما كاينش اللي غادي يحترمنا، والبنت بالخصوص الا ما فرضاش الاحترام ديالها في شي مكان اكيد حتى شي حد فينا ما غادي يحترمها. بحال الاحترام مثلا، ماشي هذا هو الاحترام. الاحترام اللي كنهضروا عليه هو احترام الافكار، هو احترام الغير، هو احترام المحيط، حيت كيف ما كنقولوا احترم تحترم. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ضربوا لكم موعد الأسبوع القادم إن شاء الله مع موضوع جديد بعنوان جديد. نكمل أنا القهوة ديالي، إلى اللقاء.